الخير. Good evening everyone. برصة أبونا ميخائيل كاهن كنيسة أم المعونة راعي هالكنيسة اللي سمحني أنه أشرح لكم شوية عن فيلم The Passion of the Christ, آلام المسيح, اللي تبدي من بستان الزيتون إلى الصلب. فوصل لي خبر, وصل لي مسجات قالوا لي أبونا أتمنى تحكيها بالعربي بس, فاليوم اضطريت أنه أعملها عربي وسويت انجليزي نفس الترجمه اللي عندي اياها بالانجليزي. يعني اي شيء راح احكيه هنا أنا موجود هناك بالانجليزي. فانطت الديكن تام دوهين وراني قرأ بيها شويه لان اعتمدت على ترجمه جوجل وترجمت شويه مالتي شويه على السريع. اليوم سويتها لانه قد حاولت انه اشرح اكتبها بانجليزي ما لحقته, واريد اذا اشرح بانجليزي راح يصير لغه عربي ولغه انجليزي. قلت لا احكيها كلها بالعربي والترجمة موجودة بالإنجليزي. فهذا الشيء اللي صار. الفيلم أكيد أنتم شفتونه, أكثركم شايفينه, فيلم The Passion of the Christ by Mel Gibson. ما طلع فيلم أقوى من هذا الفيلم عن آلام المسيح. هاي نقطة. نقطة ثانية أنه من وين أخذ هذا الفيلم, من إجت له فكرة هذا الفيلم. فيلم آلام المسيح ميل جيبسون المخرج يقدم عرض واقعي وقريب جدا من الأحداث اللي مر بيها يسوع, قريبة يعني مو كامل الأحداث وإنما قريبة. هسه حمين أكو قصة اللغة سيستر كاثرين الماسير كاثرين أنه ظهرها ليسوع دي يشرح لها الألم الآخري اللي موجود بكتف يسوع اللي كان دي يحمل الصليب, كتفه مخلوع كان دي يحمل الصليب. هاي ما مذكروا هسع قاموا يذكروها عن الكتف المخلوع. فيقدم واقع قريب جدا اللي كابدها يسوع. الفيلم رح يبدي عرض, ما رح أقطع الفيلم أشرح لكم هاي النقطة لأنه رح ينفقد, ما رح أقول طعم الفيلم, لا ما أريد أسوي قطع الفيلم أقول هكذا راح يصير هكذا راح يصير, لا راح أعطيكم فكرة بكاملها خلال هالعشر دقائق اللي عندي أو ربع ساعة إن شاء الله ما أزيد. وبعدين أنتوا تبدون تشوفون الفيلم من جهة أخرى, ما من جهة الألم اللي عاشوا يسوع, لا من جهة أخرى تشوفون الفيلم ليش صار هذا الشيء وشنو سبب هذا الشيء وشنو فكرة الكاتب هذا الشيء اللي صار. ف رح نتأمل, وأحسن فترة هسه هي نتأملها بهذا الأسبوع المقدس, أسبوع المقدس آلام يسوع من أحد السعانين إلى خميس الفصح وجمعة الآلام. فأحسن فترة سويناها لعرض هذا الفيلم هي هسه لأنه فترة تأمل بآلام يسوع المسيح. المحفز الأول لهذا الفيلم هو الكاتبة راهبة من ألمانيا اسمها آن كاثرين 1774 till 1824 آن كاثرين. وهي ظهرها يسوع مثل رؤيا دي يشرح لها شون قاسة هالآلام ابتداء من بستان الزيتون وحتى القيامة, ويوضح داخل هذا الكتاب كيف خطايانا احنا خطيئتنا اللي كانت سبب أنه ربنا يسوع يتحمل هذا الألم لخلاصنا. ومكتوب بأسلوب كثير مؤثر, كثير مؤثر يعني خلينا يعني نحزبينه مثل ما يقولون اللي شافوا هذا الفيلم اللي يشوفونه هذا الفيلم يقول حتى الحجر يبكي. الفيلم يظهر بشكل واضح الأفكار اللاهوتية التالية. أولا صراع بين سلطة الظلمة المتمثلة بمملكة الشر الشيطان وأعوانه وملكوت الله. هذا الصراع راح نشوفه من بداية الفيلم إلى النهاية. إلى نهاية ما أقصد الجبل الجلجلة, ليش؟ لأنه الشيطان ما يقدر يروح هناك. هاي النقطة هسع كنا نتناقش ويا شماس ديكن تام وران إنه ما يقدر يصل الشيطان هذاك الجبل, ليش؟ لأنه يخاف من الصليب. فمنه استعمل؟ استعمل أعوانه مثل الحراس, الكتبة, الفريسيين, الناس, اللص اليسار. فاستعمل هالأشخاص حتى يحرضون يسوع أنه لا يكمل رسالته ينزل من الصليب. فهذا الصراع موجود من بداية إلى وصوله إلى الجلجلة.
الآلام والصليب هي تجسيد لسر الأفخارستية. شفتوا؟ ما كنا نفكر أوه أكو سر الأفخارستية بالآلام بهذا الفيلم. أي أكو سر الأفخارستية راح نشوفها. سر القربان المقدس عرض صوري لآلام يسوع المسيح. هوليوكريست. أي عرض صور لآلام يسوع المسيح أيقونة متحركة. يعني ما قاعدين إحنا دا نتفرج بس. لا. مثل 3D like 3D you are into this movie. You are all with the people. أنتم مشتركين بهذه القصة بهذا الفيلم. ما أنتم متفرجين. لا أنتم مشتركين بهذا الفيلم. مشتركين من أي ناحية؟ بعملكم؟ بخطايانا؟ بعملنا كلنا لأن ما أي ما أفرز نفسي عنكم لا. بعملنا؟ بخطايانا؟ بالبسامير اللي انضربت؟ بالشوك اللي انضرب؟ بالقمشيات اللي انضربت على يسوع؟ إحنا كلنا مثل 3D كأنه دائر مدار الجمهور. يعني أريد كنت لو هنا أنا كنا نحضرها أكثر نسوي سماعات راح نحسسنا أنه إحنا داخل هذا الفيلم كأنه أنا دا أحكي مع واحد من الفريسيين الموجودين أو من اليهود الموجودين دي يصفون يسوع. فهكذا هو هذا الصراع اللي موجود. تعليم يسوع عن المحبة والاضطهاد وصفت بصورة ممتازة بالمشاهد. يا رب أغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. الصراع بين سلطة الظلمة وملكوت الله. الصراع بين هاي المملكة الظلام وملكوت السماوات يبدأ بفيلم تجربة الشيطان. بداية الفيلم تجربة الشيطان. تشوفون بالبداية الفيلم راح تشوفون الشيطان وهي يسوع يقول له أنت منو حتى ليش تكمل هذا الطريق؟ تراجع عن هذا المخطط. يا رب لا تكن مشيئتي بينما مشيئته. فتراجع عن هذا المخطط مالته. فيبدي هنا بتجربة الشيطان من الدقيقة الأولى للفيلم. لأن يسوع في بستان الزيتون منجرب هناك محاولا إحباطه. راح يقول له شقد هذا الطريق صعب عليه، شقد قاسي، شقد راح تتحمل، تراجع عنه. الشيطان دائما دا ينظر على يسوع، بس يسوع ما ينظر أبدا على شيطان. أيمتى راح ينظر على الشيطان؟ لما يسوع نشوف بالدقيقة الأولى من الفيلم يسوع كليا عرقه صار مثل دم. فعرق يسوع صار دم مثل وقع على الأرض. فالشيطان هنا انتصر يصير مثل حية ويجي يم يسوع. فيسوع هنا شو يفكر الشيطان انه غلى، بس هي بالحقيقة ما غلى. يسوع يقف شو وقت؟ في لحظة يدوس على الحية وبهاي اللحظة يباوع على الشيطان وبعد ما يباوع على الشيطان انه غلب الشيطان بدوسه على الحية. هاي راح تشوفوها الصراع الموجود. يصلي للآب السماوي بمقاطع من المزامير إلهي لا لماذا تركتني وغيرها من المزامير. ولا ينظر إلى شيطان إلا بمشهد واحد عندما يأخذ القرار. هنا تأخذ قرار باوع على نعمة الله بداخلك. أنا ما رح تفسير لاهوتي هنا لا ما رح أروح تفسيرين على الفيلم. بنظرة واحدة بس تباوع على قرارك أنت وهذا القرار يكون صليب قدامك. فيسوع هذا هدفه، هذا جول مالته الصليب. فيقف عندها يسوع وينظر إلى المرأة. إلى المرأة. مرأة هنا شيطان ده يظهر مثل مرأة رأس الحية. وانتبهوا على الدقيقة 9. دقيقة 9 من مشية الفيلم راح تشوفون هاي اللحظة شيطان. بعدها لن ينظر يسوع إلى الشيطان أبدا. ما راح يشوف على الشيطان أبدا. سؤال بالفيلم الشيطان مشكك. مرة يطلع لنا بشكل رجل أم مرة شكل امرأة. وكل لقطة داخل الفيلم الصراع ده يصير بين مريم وشيطان ويسوع بالنص. يسوع بالنص. مريم تتمشي من هجها والشيطان ده يمشي من هجها. والشيطان حامل طفل. شيطان حامل طفل. فهذا الطفل ده يذكره بيسوع انه امك تنتظرك. ومريم تتباوع على الشيطان. وما حد ما ده يشوف الشيطان. بس مريم وهي الشيطان ويسوع بالنص. الشيطان ما يباوع على الشيطان. بعد ما يعني ما نعيد هذا السؤال انه يسوع ما راح يباوع على الشيطان. لا. مريم فراح تلحق على يسوع تقول له ها انا هنا. ها انا هنا. فاكو فلاش باك راح يصير يسوع يتذكر لما هو كان طفل ويقع امه تركض ورانه وتشيله.
شوفوا من هاي النظرة لازم نشوف الفيلم، لا بس نشوف الآلام ونتأثر، لا، أكو أحداث صارت هي تمس حياتنا. ينتقل الشيطان، لنرى الشيطان يمشي بين أثناء الجلد ويحقق أول مكسب له، فيظهر له في يهوذا ناظرك عادت إلى يسوع، يهوذا رخانه مرتكز بعمل الفداء، فينظر يسوع. وين ينظر بأثناء الآلام؟ لما دي يضربونه القامشي راح ينظر إلى أرجل الحرس اللي يضربونه، راح يتذكر باك فلاش، راح يصير يتذكر شلون كان دي يغسل أقدام التلاميذ، أرجل التلاميذ. فهاي اللقطة راح تصير في الدقيقة 62 وفوق، دقيقة 62 وفوق. دا أقول لكم هالدقائق لأنه لما نشوف حتى إحنا لما يصير لنا باك فلاش نشوف نتذكر شنو صار بالموضوع. هسه التحدي اللي دار بين المريم العذراء والشيطان، مثل ما قلت يتبادلون النظرات وعلى كل جهة متناقضة في مسيرة الصليب، وسرعان ما يفشل الشيطان يريد يحن حتى مريم، يلعب على مريم، يشيل طفل بيده يريد يحن على مريم حتى مريم تحن تروح تركض على ابنها. كافي، اطلع من هذا الطريق، اطلع من هذا المخطط. ما قدر يكسبها شيطان إلى جانبه، وركضت مريم قالت ها أنا، وساعدته باللحظة في الدقيقة شوفها 77. لم يستطع الشيطان اقتراب شخصه إلى الجلجلة، ما يقدر يوصل إلى جبل الجلجلة. ليش؟ لأنه يخاف من الصليب، يخاف من الصليب لأنه يرفض الجلجلة. فش عمل؟ قام حرك أتباعه تحت سلطته، مثل الوصل اليسار، الجنود، شيوخ اليهود، الشعب، ليتحدوا يسوع لينزل على من على الصليب، إن كنت ابن الله انزل فخلص نفسك وخلصنا. وهي نقولة سامعيها بالكتاب المقدس وموجودة، إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب، مستعملين كلمات الشيطان نفسها التي استعملها بالتجارب. قال له إن كنت ابن الله فقل لي هذه الحجارة. انتبهتوا؟ هذا الربط لازم نعرف شلون نربط. إن كنت ابن الله لهذه الحجارة، إن كنت ابن الله ألقي بنفسك، إن كنت ابن الله. فده يستعمل نفس الألفاظ اللي هسه عليه يستعمله اللص اليسار. مو قال له إذا أنت ابن الله دي خلصنا وخلصنا وياك. ينتهي هذا الصراع بمشهد الفداء على الجلجلة، فحدث الجلجلة يصبح مثل كرة، كرة كبيرة نشوفها بس هي قطرة ماء، هي قطرة ماء، ينزل إلى عالم الأموات وتحرر كل العالم من هذه الشيطان المربوط اللي رابطهم. مجرد مملكة الظلمة عن كل سلطان تحت صرخات الانسحاب التي يطلقها الشيطان. بعدين شوفون في اللحظة الأخيرة من الفيلم الشيطان يتعرى، ما عنده شعر، ما عنده سلطة بعد، فشلت مملكته، خسر الشيطان لينكشف عرياه. هاي النقطة، الصراع بين مملكة الشيطان وملكوت الله. سر الأفخارستية، سر الأفخارستية، الفيلم يوضح العلاقة المتكاملة بين العشاء السري الأفخارستية وآلام الفداء. الأفخارستية شنو هو؟ سر القربان المقدس، وهي رسم لآلام يسوع المسيح وفداءنا. وهنا بعض المشاهد توضح هذا السر. وينكم تشوفوا سر الأفخارستية؟ تتذكرون وين نشوف سر الأفخارستية بهذا الفيلم؟ لما يسوع ده يصنع ميس، لما يسوع ده يصنع ميس، هنا سر الأفخارستية. لأن الأفخارستية شو يرادنا؟ يرادنا ميس، يرادنا مذبح. والشيء المضحك بهذا الفيلم، the best part of this movie, this point, when Jesus made the table, a table of the holy altars, and that table is high. هذا الميس عالي. Why is this high? Why? He made it high. High, not like a regular or standard. No, he made it high. Like this is the altar of God, made it by God, not by person. وما بيها كراسي. It's no chair around. شوفوا ماكو كراسي. Why? Because it's going to become the wood of the cross, made it a chair for this high table. هنا سر الأفخارستية، الطاولة راح يرجعوا باك فلاش يسوي فيلم، يرجع شون دي
يصنع هذا الميز. الطاولة متقنة وعالية جدا مرتفعة. مريم هنا، مريم دور مريم تصيح يسوع يسوع تعالك انت ما جوعان؟ يسوع متركز على عمله. ساعتي لم تأتي بعد، تذكرون مريم في عرس قانا الجليل لما قالت له خلص الخمر، ساعتي لم تأتي بعد، ليش تدفعيني بهذا الشغل هسا بعد ما جاي وقتي ليش؟ فهنا همنا يسوع يسوع تعالي لك الحاضر. يسوع وين مركز؟ على شغله. وشي المضحك، مريم تجي مريم وتقف عند يسوع تصيحوا يسوع 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 وين؟ هو جوا الميز دي باوع من جوا الميز دي يشوف الشغل مالته، وهي تدنش من جوا الميز تباوع تضحك معانه. It's best part. It's funny, but it's so a human being. يسوع يعيش إنسان. إنسان فعلاً. فيسوع يلتفت إلي ليجيبها ويقولها إيه أنا جوعان. أنا جوعان. يسوع جوعان. يسوع يقول إنه يصنع هذه الطاولة لرجل غني. هاي level or high heel tables. He made it for the rich man. بعد ذلك مريم تقول يسوع عليه أن يخلع ثيابه الوسخة، لأنه نجار ده يشتغل وملابسه وسخة، يخلعها حتى يجي يغسل يبدل ملابسه ويجي يأكل، يخلع خطايا الإنسان، لأنه يسوع لبس إنسانيتنا كلها. هو ما خطأ، لبس حمل الخطايا مالتنا، حملها، فلازم يروح على الصليب بلا هالخطايا، خطايا لأن غسلها بدمه. فيسوع يخلع فيضحك وهو يغسل يديه بالماء. ايش راح يسوي بهاي النقطة؟ راح يرش مي على أمه حتى يضحك ويا أمه. هنا هذا يعيش إنسانيته يسوع. ايش قد عظيم هذا الشخص، ما نقدر نوصفه، ايش قد ما نحكي ما ينوصف يسوع. هذا المشهد من أمتع مشاهد موجودة بالفيلم. يسوع الإنسان الحقيقي الذي كان يعمل كنجار وكان جادا بعمله، وكيف كان يحب أمه ويمازحه، ويوم عادي لإنسان عادي هناك ما أبعد من كل ذلك. راح نشوف أكو نقاط حل الرموز. هاي الطاولة العالية، الطاولة العالية ترمز إلى المائدة السماوية، مائدة الأفخارستية. وهذه الطاولة العالية لأنها تسمى أسمى من أي طاولة أرضية. ليش تكون عالية؟ لأنه ماكو طاولة توصلها، ماكو مذبح يوصلها. هاي اعلى مرتبه. حتى تشوفون مرات بالمذابح مال الكنيسه ايش قد ما يقدرون يخلوها ثلاث درجات يصعدون، لانه مثل الدرجات الكهنوتيه شماس الجيلي كاهن اسقف، فهاي الدرجات تكون اعلى مستوى هي هاي الطاوله هذا المذبح. وهاي الطاوله اذا تشوفون يسوع يحركها ما تتحرك، ليش؟ لانه متقنه عمل جيد، نجار جيد، وهذا العمل ما حد ما يقدر يسمعها الا الله نفسه او يسوع. يسوع هو الله. يسوع مرتكز بعمله جدا، لانه هذه هي رساله يسوع اللي اجى تحضير المائده السماويه. الرجل الغني هو الله الاب الغني برحمته للبشر الخطا. نعم يا مريم، يسوع جوعان لهذه الوليمه التي لم يحضر كراسي جالسين عليها، لأنه سيفعل ذلك على الصليب، وقد تكون خشبة الصليب الكرسي الشخصي ليسوع نفسه على هاي المائدة حين يصرخ أنا عطشان. قاعد على الكرسي الصليب يصرخ أنا عطشان. محبتنا سيكون هو نفسه الوليمة بجسده ودمه المبذول لأجلنا. مريم العذراء تقول ان على يسوع ان يخلع ثيابه الوسخه مثل ما قلنا، لانه حمل خطايانا الوسخه، ويغسل يديه قبل الشروع بالوجبه. بالفعل عليه اولا ان يعبر بمسلخ بالجلد، هنا دا يسلخ ملابسه، دا يشلح ملابسه الجلد، وبمعصره الجلجله الاغتسال بالدم لانه فدانا بدمه، ويهلنا حتى نحضرنا احنا حتى نتناول الطعام معه على هذه الوليمة المائدة السماوية، ويحضر الحمل المذبوح للأكل، فيكون يسوع هو خبزنا وخمرنا على الأرض وقوتنا في السماء. أثناء الجلد ينظر يسوع إلى أرجل الجنود فيتذكر غسل أرجل التلاميذ على العشاء السري،
بمشهد بعد الجلد نرى الجنود يجرون يسوع وهو يرى الأشياء أبسدان مقلوبة مقلوبة على تباين بالنظرة لأحداث الآلام بينما بين المستوى البشري والمستوى الإلهي أو مستوى إلهي ومستوى بشري هيشوفها أبسدان مقلوبة رأسا على عقب. وربما احنا المشاهدين ايضا نشوفه بعين الرفض وعدم القبول لهذا اللكم والاهانات اللي يتحملها رب يسوع، لكن الاب السماوي ينظر بصوره مختلفه لما ننظر لها احنا، وهو مسرور بالنصر الذي حققته الام الابن الالهي يسوع وموته الخاضع لمشيئه الاب الذي سبق فاخبرنا عنها بمئات السنين قبل حدوثه وذلك بنبوءه اشعياء. مع ذلك فقد سر الله أن يسحقه بالحزن، وكأن الله الآن في موكب عرس ابنه يسوع عرس الحمل ليقترن بمحبوبته الكنيسة التي سيخلصها من عزالها عن الله الآب بسبب الخطيئة ليأخذها عروسا له قريبة من الله فيدخلها إلى الأغدار السماوية مثل العريس يدخل مع عروسته إلى الأغدار الزوجية أو البيت الزوجي، هكذا يسوع يدخل بينا إلى الأغدار السماوية بالكنيسة بالصليب بالأفخارستية. غير هذه ما خلاص جسد الرب يسوع ودمه المعطين للبشر للحياة الأبدية. فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد الإبن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. إنجيل يوحنا فصل 6:53. هذا شيء مختصر، وهنا أنا ما أنا في موقع أنه نتناقش بالأسئلة وأجوبة، لا أعطيتكم شوية معلومات عن هذا الفيلم شيء كثير مختصر، وقلت I hope so ما طولت أكثر من نص ساعة ربع ساعة I hope so. فرح ندي عرض الفيلم، رجاء تليفوناتكم vibration or silent or طفوها رجاء، فلأنه الفيلم يستحق المشاهدة بكل اهتمام. وتذكروا الكلام اللي حكيناه هسا قبل الفيلم حتى راح يبدي عرض الفيلم، ونتأمل شوية شوية هذا الأسبوع احنا شقدمنا ليسوع بهذا الأسبوع. Just a few words. I'm saying this last things. Think about this Holy Week. Jesus he gave himself to us, and what we give to him. But this Holy Week, don't say Happy Holiday. No, it's Easter. Happy Easter. And think like deep meditation, and what I'm saying. Before the start of the movie, what I'm saying, think about that and look at and the other side, not deeply emotionally, no, look at the other side. God bless, enjoy your life.